يمين موقف ابو تريكه، موقف العبد. كابتن ضياء السيد، مساء الانوار يا كابتن ضياء. الخير يا كابتن مدحت، ربنا معاك. كل شويه تطور الشغف كده، ربنا معاك. هتلاقيها منين ولا منين؟ هتنتهي باذن الله، كل الظواهر دي هتنتهي ان شاء الله، إن شاء الله. في مصر هتنتهي الى غير راجعه باذن الله. لا الحمد لله، ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى الاخبار ايه؟ والله الاخبار، احنا اعلنا النهارده 9 المحترفين اللي هيجوا. انت عارف المحترفين لازم قبلها من بدري نبعت نخطب انديتهم. نعم. وان شاء الله احنا اكيد الفريق الاعداد الجاي عند حضرتك اداك الاسامي كلها. نعم. والاول مره استدعينا فيها عمرو زكي، نتمنى له التوفيق ونتمنى له انه ان شاء الله يقدم معانا بشكل كويس ويرجع عمرو زكي بتاع زمان، لانه احنا في حاطين امل فيه انه ان شاء الله يكون موجود بقوه باذن الله. نعم. والباقي الاسامي عند حضرتك معروفه. نعم. ليه زيدان مش موجود يا كابتن؟ والله يا كابتن مدحت، احنا بتبقى كل اللعيبه مطروحه قدامنا، وبالناحيه الفنيه بنختار. نعم. الشكل اللي احنا بنستقر عليه، واحنا في المعسكر ده اخترنا التسعه. ولا استكمالا للعقوبه؟ ما هو حضرتك برضو القصه دي احنا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده. نعم. في حاجات يعني بتعدي بوقتها، بتاخد وقتها وبتعدي خلاص. اوكي. لكن احنا بنبص لنظره فنيه بحته لمصلحه المنتخب ومصلحه مصر يعني. اللي انا استاذنك بس اقول اسماء التسعه: عمرو زكي، عصام الحضري، محمد صلاح، عبد الرازق شيكابالا، احمد سعيد اوكا، حسين عبد ربه، حسني عبد ربه، انا اسف، احمد حجازي، احمد المحمدي، وادم العبد. اتفضل يا كابتن. بس فان شاء الله هنبتدي معسكرنا هنا. نعم. يوم 4 ان شاء الله عندنا اللعيبه، معظم اللعيبه اللي مع حضرتك دول، في بينهم هيلعب اخر مباريات ليه 6، كلهم موجودين 7، وان شاء الله نتمنى ان احنا نقدر نتفق على المباراه اللي محيرانا دي. احنا اتفقنا تونس خلاص انتهت. ان شاء الله هنسافر يوم 8 باذن الله. ده اللي مخطط واللي محدد ليه باذن الله. نعم. اللعيبه دي هتنضم لنا يوم 7 باذن الله وتكونوا معانا. لعيبه النادي الاهلي طبعا تعرف حضرتك عندهم ماتش يا اما 6 يا اما 7. نعم. ان شاء الله المختارين هيجوا لنا على المعسكر على دبي باذن الله. والماتش امام في تونس 16، ولسه مباراه 12 دي لسه كانت ايران بعد ما وافقت، بعد عايزه تعدل بدل 12 11، لانها عندها مباراه مع في تصفيات بطوله كاس العالم لاسيا يوم 16، فعايزه تتاخر. فطبعا بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه الاهلي المحترفين وبالنسبه للعيبه بتاعتنا لحد دلوقتي احنا مصرين على ميعاد 12 يعني. اوكي. ابو تريكه يا كابتن ضياء. موقف ابو تريكه زي ما انا اعلنت مع حضرتك قبل كده مرتين، وقلت قبل كده ان الراجل هو اللي هيتكلم في الموضوع ده، وعامل مؤتمر صحفي. كان المفروض الثلاث بقى النهارده اجله يوم، بقى الاربع الساعه 12 في اتحاد الكوره، هيتكلم في حاجات كثيره جدا. نعم. هيتكلم في موضوع ابو تريكه، هيتكلم في يعني احنا طرحنا كل الحاجات اللي متوقع ان نتسال فيها، فهو قدامه كلها. هيتكلم عن الفيلم الموسيقي، اثار الجدل الكبير ده. هيتكلم عن ظروف المعسكر وظروف المباريات اللي هتقام والاختيارات، وهيتكلم يعني متاح لكل الساده الاعلاميين المحترمين ان اي حد عايز يسال اي سؤال في الاختيارات، في ابو تريكه، في الاستبعادات زي ما حضرتك سالتني كده. هو ده متاح ليه، وده حق اصيل. انا ما ينفعش، لان هو قال انا اللي هتكلم في كل الحاجات دي. اوكي. فلازم نديله احترامه طبعا، وكرئيس الاتحاد الفني ان هو يتكلم في الموضوع ده، وهو هيتكلم لكل الناس مش لحد معين. نعم. نعم. توفيق يا كابتن ضياء، واشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك كابتن. ربنا اشكرك شكرا جزيلا. فاضل لي باقه سريعه جدا بالنسبه لاخبار نادي الزمالك. يعني